السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد. ترحيب كما رحب أيضا بمستمعينا عبر موجة 97 FM، أيضا رحب بزميلي بوتنين. مرحبا بوتنين. يا مرحبا يا محسن، حياكم الله مشاهدينا في حلقة الليلة. نتابع معكم مواضيع مهمة مع ضيوف مميزين إلى جانب المواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات، والآن نترككم مع أبرز عناوين حلقتنا اليوم. صاحبا السمو الأمير الوالد والشيخ موزة يشرفان حفل خريجي مؤسسة قطر 2018. تكريم دولة قطر لدورها الريادي في دعم لبنان. الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض منتجات منازلنا. شرف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 2018 الذي أقيم في ساحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية. شرف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 2018 الذي أقيم في ساحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية. كما حضرت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الحفل الذي كرم 778 خريجا من جامعة حمد بن خليفة والجامعات الثماني الشريكة لمؤسسة قطر مع عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأصحاب رؤساء الجامعات وأولياء الأمور وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بجامعات المدينة التعليمية. وقد كرمت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الفائز بالنسخة الأولى من جائزة أخلاقنا والتي فاز بها المتسابق سوار الذهب علي عن مبادرته عطاؤك رحمة، وهي مشروع يوحد العطاء في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية بهدف معالجة قضايا محددة داخل المجتمع والمساهمة في إلهام الشباب لكي يصبحوا قوة مؤثرة داخل مجتمعاتهم. وكانت صاحبة السمو قد أعلنت عن هذه الجائزة خلال حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر العام الماضي، وقد صممت هذه الجائزة لتكريم الشباب الذين يتحلون بقيم أخلاقية استثنائية في سبيل تحقيق الخير للبشرية. وشهد حفل التكريم عرض فيلم قصير تضمن شهادات للخريجين، وفي ختام الحفل مر الخريجون عبر بوابة المستقبل وذلك في إشارة رمزية للمرحلة المقبلة من حياتهم التي سيكون عمادها تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والمضي قدما في رحلة التعلم مدى الحياة. مبارك حق كل الخريجين، نتمنى لهم التوفيق بعد هذه الحياة العلمية والأكاديمية والانتقال للحياة العملية، وإن شاء الله يكونون يخدمون بلادهم بالشكل المطلوب بإذن الله. وطبعا مبارك حق أخونا سوار يستاهل على هذه المبادرة الجميلة والفوز بأول جائزة من مبادرة أخلاق لسمو الشيخة موزة، يعني هذا فخر كبير أن يكون أول شاب يفوز بهذه الجائزة. يستاهل سوار. مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر وتقديرا للدور البناء الذي تلعبه بلادنا في جمهورية لبنان الشقيقة، احتضنت بيروت أمسية تكريم لدولة قطر ممثلة بسفارتها في العاصمة اللبنانية بحضور جمع غفير من السياسيين والدبلوماسيين، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري.
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبحضور حشد سياسي واجتماعي ودبلوماسي، وتقديرا لدولة قطر ودورها في لبنان، كرمت جمعية كايل وشركة ذا لاكتشري نتورك العالمية دولة قطر ممثلة بسفارتها في بيروت وبسفيرها لدى لبنان سعادة علي بن حمد المري، الذي أكد على مقدار المحبة المتبادلة ما بين الشعبين القطري واللبناني، وعلى العلاقات الأخوية الراسخة والمزدهرة بين البلدين الشقيقين، وذلك بالتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. أشكركم على حضوركم، وأشكر القائمين على الحفل، حفل تكريم دولة قطر ممثلة بسفارة دولة قطر وميناء حمد دولي، وأيضا الخطوط القطرية، خطوط جوية القطرية. أحب أن أؤكد بأن العلاقات بين البلدين مميزة جدا بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيس عماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بحرصهم على تطوير وتعزيز العلاقات دائما. هذا وكرمت مؤسستي كايل وذا لاكتشري نتورك الشركات القطرية الرائدة والتي تخطت الحدود المحلية ونالت شهرة عالمية، ومن أبرزها الخطوط الجوية القطرية وميناء حمد الدولي الذي يمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق القدرة التنافسية لقطر، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أعلن بنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفياً عن إطلاق النسخة الثانية من معرض منتجات منازلنا، حيث تعد هذه المبادرة فرصة مهمة للاستفادة من الدعم التي تقدمها بعض المؤسسات المهتمة بتنمية المشاريع الصغرى. تشجيع رواد الأعمال وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في العرض والتسويق وإعطاء مساحات أكبر للراغبين في المشاركة كان من بين أهم أهداف تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية، والذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية. الهدف من وجودنا اليوم هو تدشين النسخة الثانية من معرض منتجات منازلنا، والذي يهدف لإعطاء المنتجات المنزلية ومنتجات متناهية الصغر فرصة لعرض منتجاتهم في هذا المعرض. المعرض الأول النسخة الأولى حازت على إقبال كبير، كان هناك أكثر من 130 معارض وكانت مبيعاتهم فوق 1.5 مليون ريال. نأمل إن شاء الله في هذه السنة في النسخة الثانية أن احنا نوصل العارضين إلى 250، نضاعف عددهم، وأن احنا نوفر لهم خدمات استشارية وندخلهم إلى السوق المحلي. هذا طبعا بشراكة استراتيجية مع غرفة قطر ومركز نماء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. جدير بالذكر أن معرض منتجات منازلنا بنسخته الثانية سيساهم بشكل كبير في إدماج مجموعة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر في الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها دولة قطر. في موضع آخر، شهد فندق هيلتون فعاليات منتدى الاستثمار الذي نظمه بنك قطر للتنمية لتحقيق التواصل والعمل الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال القطريين والأجانب. نظم بنك قطر للتنمية ملتقى الاستثمار، والذي يعتبر الأول من نوعه، بهدف تيسير الوصول إلى رأس المال الجريء لرواد الأعمال والمستثمرين القطريين وجذب المستثمرين الأجانب، وذلك وفقا للاستراتيجية التي وضعها البنك لتشجيع الاستثمار. ملتقى الاستثمار اليوم هو الأول من نوعه اللي يقيمه بنك قطر للتنمية،
وقام بنك قطر للتنمية بهذا المؤتمر بناء على استراتيجية واضحة للبنك، بناء على رؤية واضحة للبنك بهدف تيسير الوصول إلى رأس المال الجريء ورأس المال المغامر أو الفينتشر كابيتال لرواد الأعمال القطريين. بدأ البنك بوضع الاستراتيجيات للعمل على دعم هذا القطاع والدعم الوصول إلى رأس المال الجريء من أكثر من 3 سنوات، وبدأنا بمنتج الاستثمار المباشر عن طريق بنك قطر للتنمية، ولا زال المنتج قائما أن بنك قطر للتنمية يقوم بالاستثمار بشكل مباشر في الشركات القطرية، في رواد الأعمال القطريين في مراحل مختلفة من خلال 3 منتجات مختلفة. يذكر أن الملتقى قد شهد التوقيع مع 5 محافظ مالية من عدة أقطار آسيوية وأوروبية وأفريقية، مما يفتح الآفاق للاستثمار في هذه البلدان وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن تحقيق الاحتكاك وتبادل التجارب بين المستثمرين القطريين والأجانب. بشكل يعكس حرص هيئة الأشغال العامة أشغال على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية في جميع المشاريع التي تنفذها، سجلت أشغال قرابة 100 مليون ساعة من دون إصابات خلال 9 أشهر. بالفعل خالد، الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو اليوم السيد أحمد قاسم اليافعي، خبير سلامة من إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة أشغال. يا مرحبا ومسهلا بيوسف معنا في الاستديو. مرحبا فيكم وسعيد باستضافتكم. احنا سعد يا بيوسف. بيوسف، في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز، هذا يعتبر إنجاز يعني تستاهلون عليه الثناء والشكر، ونبارك لكم في البداية هذا الإنجاز، ونبي تطلعنا على تفاصيل وأهميته بالنسبة لكم في أشغال. الإنجاز هذا ما يعتبر الأشغال، يعتبر للدولة. صحيح. إنجاز للدولة كلها. الإنجاز هذا جاء حسب توجيهات سعادة رئيس الهيئة، بحيث أنه طلب توفير بيئة عمل آمنة. نعم. جميع القائمين بالأعمال، سواء كانوا عمال أو مهندسين أو مقاول أو استشاري. نعم. نعم. وبيكون أعلى مستوى من. نعم. على مستوى عالمي. نعم، من معايير الأمن والسلامة توفرتوها لهم بحيث أن توصلون لهذا. صحيح. الإنجاز اللي من حقكم تفتخرون فيه. صحيح. مبارك لكم مرة ثانية. الله يبارك فيك. 100 مليون ساعة مو بشيء بسيط، يعني عدد. صحيح. عدد كبير. صحيح. هذا يثبت بعض إن المشاريع وليس كل المشاريع. صحيح. بعضها. تنفيذ بعضها عدد كبير من المشاريع. بيوسف، لو تحدثنا عن المعايير، دائما لما تقاس الساعات بالسلامة على حد علمي لما لا قدر الله يصير حادث تعاد الساعات من البداية، ولكن على هذا الوضع يعني ما شاء الله الأمور ماشية، فودنا نعرف شنو المعايير اللي تتبعونها في كل مشروع. شوف، نحن المعايير اللي نتبعها في المشاريع في حساب الساعات اللي هو عدد العمال مع ساعات العمل، هاي تحسب لك مع أيام العمل خلال الأسبوع، هاي تطلع لك ساعات العمل اللي أنت اشتغلتها. بس في الساعات اللي ما تحسب من الإصابة، هذا العامل كم ساعة تعطل على العمل، هذه الساعات اللي ما تحتسب. أما المعايير اللي نتخذها على أساس أنها والله تحافظ على مستوى عالي في السلامة، إحنا نتبع المواصفات القطرية للإنشاء اللي هو يسمونها QCS، ونتبع QCS. QCS المواصفات. نعم. القطرية للإنشاء. نعم، الله يوفقكم. وبعد وبعد قانون العمل رقم 14 لسنة 2014. نعم. والقرار الوزاري رقم 18 ل2014. نعم. يعني هذه كلها معايير اللي انتم هذه القوانين إضافة إلى وزارة الدفاع المدني، قوانين الدفاع المدني وقوانين وزارة الصحة والدليل الإرشادي للتحويلات المرورية اللي صدرتها أشغال. نعم. جميل. يعني مثل ما انت ذكرت، هي مش تتضافر جهود كثيرة للوصول. صحيح. إلى هذا. صحيح. الإنجاز. صحيح. من كذا جهة أن ذكرتها حاليا. نعم. وعدة قوانين من الصحة، من المرور، من غيرها، لأنهم كلهم لهم خص، يعني نقدر نقول في ما تقومون فيه من أعمال. كل جزئية لها ناس يختصون فيها، فتأخذ الجزئية من الجهة المختصة. نعم. صحيح. أكيد. صحيح. أنت ذكرت عن بالنسبة للمعايير والقوانين اللي أنتوا تأخذونها، على سبيل المثال ذكرت QCS وأيضا غيرها من القوانين والمعايير، لكن أكيد في خطط وبرامج لأشغال تضعها لخفض معدلات حالات الإصابة في المشاريع اللي تنفذها الهيئة. إيش هذه الخطط اللي أنتم توضعونها؟
في الأول في بداية أي مشروع عندنا ثلاث مراحل للمشروع: بداية المشروع، أثناء المشروع، ولين نقفل المشروع. بداية المشروع نحن نطلب من المقاول اللي يسوي اللي يقوم بالمشروع إنه يقدم لنا خطة سلامة للمشروع ندرسها ويعتمدها مدير المشروع. أضافة إلى هذا استافة أو العاملين عنده في مجال السلامة يجيب لنا سيفيهاتهم، ندرس سيفيهاتهم ونقابلهم ونعتمدهم عن طريق مدير المشروع. نعم. هذه الخطوة الأولى قبل بداية الشغل. أول شيء خطة السلامة. خطة السلامة اللي قدمها. وأيضاً المسؤولين عن السلامة. من قبل المقاول نفسه. عنده موظفين مختصين بسلامة العمال. هذا أنتم تقابلون وتشوفون سيفياتهم، هذا شيء مهم عندكم. أكيد. بالنسبة لكم. أكيد. هذا بداية المشروع. هاي بداية المشروع. أثناء المشروع عندنا في برنامج الرقابة السلامة هذا إلكتروني. هذا البرنامج عبارة عن أبليكيشن يعبيه الاستشاري اللي من طرفنا في المشروع شهريا يرفع لنا فيه تقرير يعتبر هو تقرير شهري عن السلامة في المشروع. بهذه الطريقة نحن نتابع المشاريع كلها، إضافة إلى عندنا ستاف ينزل زيارات ميدانية اللي يتابع العمل ويتأكد من تطبيق السلامة. ومن هذول الاثنين نحن ندرس البيانات ونحللها ونشوف المشاكل اللي في المشاريع هذه ونوجد لها حلول بالتعاون مع الاستشاري وبالتعاون مع مدير المشروع والمقاول. والأخطاء اللي نشوفها فيها المشروع نعممها على باقي المشاريع على أساس ما يتكرر الخطأ هذا في مشروع ثاني. في مشروع آخر مع مقاول آخر مع شركة أخرى أنتم تستفيدون من التجارب هذه وتطبقونها في مشاريع أخرى. ذكرت جهتين أو نوعين، أول شيء برنامج رقابة السلامة وأيضا الستاف الميداني اللي ينزل ويشوف المشروع، هذا كلهم من قبلكم أنتم ويرفع لكم أنتم تقارير. الستاف اللي ينزل من قبلنا اللي هي الزيارات الميدانية، اللي يعبي الأبليكيشن يقدر يعبيه حتى من اي جهاز ذكي من تلفونه من لابتوب. بس من قبلكم انتم الاستشاري اللي من طرف اشغال. اي نعم. ويرفع بتقرير لكم. يعبي الابلكيشن مثل ما هو موجود يطرش ويجينا. نعم. انت ذكرت خطه السلامه في بدايه المشروع، اثناء المشروع برنامج رقابه السلامه، وايضا الفريق اللي يراقب المشروع. نعم. اثناء المشروع. وايضا المرحله الثالثه المرحله الثالثه انه قبل ما يخلص المشروع احنا نسوي دراسه على المشروع وخلاص ونقفل المشروع انه ما في اي اخطاء وما في اي شيء. نعم. حلو. طبعا احنا هذه الفتره نحتفل مع اخواننا العمال بعيد العمال، ودائما اشغال تهتم بهذا الامر وتهتم بالفعاليات اللي تصير. لو تكلمنا عن توفير البيئه الملائمه للعمال وشلون كان الاحتفال باليوم العالمي للعمال. نحن نهتم بالعمال من ناحيه سكن، من ناحيه مواصلات، من ناحيه المكان اللي بيشتغل فيه في السايت. من ناحيه سكن نطبق قانون العمل صحيح اللي هو القرار الوزاري رقم 18 مواصفات السكن، ونروح نشيك عليه. حتى من ناحيه الغذاء اللي يتوفر لهم الشركه المورده للاغذيه لازم تكون ماخذه الايزو 22000 على اساس يحق لها انها تجيب اغذيه لهم. شنو يعني الايزو 22000؟ هذا خاص في الشركات اللي تسوي الاغذيه خاص بهم، لازم يكون عندها من علامة الجودة هذه. هذه علامة معيار الجودة في الأغذية. نعم. يعني يكون عندهم مواصفات خاصة، مطبخ خاص، ستاندر معين تكون فيه. ستاندر معين أو هذا يعني معتمد في المواصفات القطرية أنه لازم يطبق هالشيء على أساس نضمن أنه العامل يكون أكله صحي. صحيح. سكنه مرتاح فيه. طريقة مواصلاته تكون مريحة على أساس آخذ منه أعلى تركيز في العمل. والجانب الصحي يوسف؟ الجانب الصحي بنذكره إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يمكن أصدرتوا أو أصدرت أشغال كتيب بعنوان جواز السلامة المهنية للعمال. لو تطلعنا على هذه التفاصيل، هذا الكتيب وأهم الإرشادات اللي يقدمها هذا الكتيب للعمال. هذا الكتيب عبارة عن كتيب يكتب فيه بيانات الشخص حامله، فيه الدورات اللي خذاها، وفيه كومنت او بعض النقاط للتذكير بالاشياء اللي هو خذاها. حلو. على اساس انا اضمن ان هالعامل لما يشتغل هالشغله انها موجوده عنده، انه خذ هالدوره هذه بخصوص العمل. واذا ما خذ الدوره ما يصير يشتغلها، ياخذ دوره على اساس يشتغلها. هذا يخدمه في شيء ثاني العامل، هذا خدمه، هذا الجواز يعتبر خدمه للعامل انه خلص بكره الشغل عندنا في اشغال، يروح جهه ثانيه اوريدي
ينفعه هالكتاب، يرويهم هالجواز هذا ينفعه، حتى لو طلع برا الدوحة إن أنا والله خذيت هالأشياء هاي كلها. وفي نفس الوقت فيه النقاط التذكيرية له للدورات، إضافة إلى أن في بعض الدورات لها تاريخ صلاحية تنتهي، مثل الفيرست إيد اللي هو الإسعافات الأولية لو خذاها مدتها سنتين، فأنا أعرف أن هاي خلص، يساعد المقاول ويساعدنا أن احنا ندري أن هاي خلص محتاج يعيد الدورة مرة ثانية. نعم جميل. أنا يعني ودنا أن من يشاهدنا من يعني دول أخرى مجاورة وغيرها أن يستفيدون من هذه الخبرات اللي يقوموا فيها الأخوان، ومن هذه التجارب اللي نقوم فيها للعمال، العمال اللي هم أغلبهم مش من أهل قطر، أجانب، ولكن هم مشاركين مع أهل قطر في تنمية هذا البلد، فيستحقون مثل هذا الاهتمام وأكثر. صحيح. من ناحية ذكرت السلامة والأمن، وأيضا ما يضيع حقهم لا في أكل لا في مواصلات لا في سكن، كل هذه الأمور مأخوذة بعين الحسبان. ذكرت أو سألك أخوي زميلي بوتميم عن الجانب الصحي، الجانب الصحي قلت بنذكره إن شاء الله في بعض في 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 الأسئلة الجاية، تطلعنا وتحدثنا عن إجراءات الفحوصات الطبية للعمال في جميع مواقع العمل وأهداف هذا البرنامج، خلينا نقول الصحي أو اللي يتعلق بصحة العمال. البرنامج الصحي هو أنه سنويا يتم فحص العمالة الموجودة عندنا والمهندسين، فمن خلال هذا يرفع لنا تقارير نشوف إيش الحالات المرضية اللي عندهم، واللي على أساسها نحن نطلب منهم يتحولون للعلاج. صحيح. هنا هذا ينفع في وشه العامل، إن احنا إنه يتعالج في بداية أي مرض يصيده، وإذا عنده بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط، السكر، الكوليسترول يأخذ علاجه، ونتفق مع المقاول إنه يوفر له عمل يتناسب مع حالته الصحية. هني هو ما خسر وظيفته وفي نفس الوقت قاعد يتعالج. طيب حماية لا أيضا. إذا نعم. إذا تعذرني بيوسف، العمال من طرفكم ولا من طرف المقاول؟ أشغال لا تملك عمال. تملك لا تملك عمال. إيه تملك مهندسين اللي هم. اللي هم مشرفين على المشاريع. نعم. العمال عمال المقاولين اللي يشتغلون ويانا، أنا ألزمه في برنامج الصحي، أنا ألزمه في غذاء، أنا ألزمه في السكن إنه يكون مريح، أنا ألزمه في المواصلات إنها تكون مكيفة. أنا ليش سألتك بيوسف هذا السؤال؟ لأن بالفعل الاهتمام هذا للعمال اللي شغالين في مشاريع أشغال لوهلة حسيت إنه لا، بالفعل هذيل العمال خاصين بأشغال، يعني أنت مهتم في سكنهم، مهتم في مواصلاتهم. ذكر بيوسف بوتيم إنه عشان يعطوني أفضل تركيز في أداء عملهم للوصول إلى أعلى جودة في العمل. لأن الموظف إذا كان مرتاح بيركز في شغله، ما بيتسبب في اي خطا يضر نفسه ويضر المشروع. نعم احنا الحين وصلنا. صحيح. للسؤال الاخير. صحيح. او لهذا الحوار الشيق معك ابو يوسف، يمكن توضحت كثير من الامور لنا وايضا للمشاهدين. كلمه اخيره عن البرامج المستقبليه اداره الجوده والسلامه بهيئه الاشغال العامه. الحين احنا هيئه الاشغال دائما انتم تفكرون ان احنا هالانجاز اللي احنا سويناه هذا ما هو الا حافز لتطويرنا أكثر. كفو. ولتحقيق مزيد، لأن قطر تستحق الأفضل منا. أكيد قطر تستحق بالفعل. الأفضل منا، ونحن في صدد دائما تطوير القوانين، تطوير المؤدات للسلامة حسب ما ينزل أي جديد في العالم. إن شاء الله الله يوفقكم. إن شاء الله يوفقكم. الله يوفقكم. شكرا على السيد أحمد قاسم اليافعي، خبير السلامة من الإدارة، من إدارة الجودة والسلام في هيئة أشغال العامة أشغال. شكرا جزيلا لك، شرفتنا ونورتنا. الله يرحمه. شكرا لك يا أخوان. بالفعل مشاهدينا الكرام، قطر تستحق الأفضل من أبنائها ومن مؤسساتها. فاصل قصير وبعدها نستكمل ترحيب، ابقوا معنا. مرحبا ومسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومن بعد هذا الفاصل، نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الاحتفالية السنوية بعيد العمال، واللي يصادف الأول من مايو من كل عام بمشاركة عدد من المؤسسات. تابعت
تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي، نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الاحتفالية السنوية بعيد العمال، والذي يصادف الأول من مايو من كل عام بمشاركة عدد من المؤسسات في مقدمتها الدفاع المدني والهلال الأحمر القطري لدورهم في تحقيق السلامة والصحة والمهنية للعمال. الاحتفالية هذه طبعا تقام كل سنة من 1 مايو تقدير لجهود العمال وتعزيز لمكانتهم في نهضة البلاد، ويتم من خلال طبعا الاحتفالية هذه طبعا مشاركة عمال فرحتهم وتوزيع وتكريمهم جوائز. البرنامج اليوم مثل ما انتم شايفين اليوم حضور بعض الجهات في الدولة مثل الدفاع المدني والرعاية الأولية والهلال الأحمر، يتم طبعا من خلال وتواجدهم عرض أمور تتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفحص بعض أمور تتعلق بالفحص الطبي للعمال. الأهمية هذه طبعا تعكس على العمال، لأن إحنا كحكومة كمواطنين يعني نقدر جهودهم ودورهم في تنمية البلد ونهضته، فنشاركهم فرحتهم هذه. وكان الاحتفال الذي يأتي تقديراً لجهود العمال ودورهم في البناء والتنمية قد شهد تكريم عدد من العمال والمسؤولين بتقديم الجوائز التقديرية لدورهم وإسهاماتهم في شتى مجالات البناء تحت شعار أن سلامة العاملين تأتي أولاً. ناشدت وزارة البلدية والبيئة كافة المواطنين الذين حصلوا على صريح التخييم بإزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم، وذلك بعد انتهاء موسم التخييم الشتوي لهذا العام، تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة أماكن المخيمات الشتوية. نعم، المزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا سعد بن إبراهيم الكعبي المنسق العام لموسم التخييم الشتوي بوزارة البلدية والبيئة. مرحبا ومسهلا فيك أبو إبراهيم معنا. الله يرحم بكم، مشكور على الاستضافة. طبعا أبو إبراهيم، احنا في البداية ذكرنا أن مناشدة الوزارة لإزالة المخيمات الحالية بعد انتهاء الموسم، ودنا تعرفنا عن شلون كان الموسم هذا العام وشلون تفاعل الشباب في إزالة المخيمات. طبعا موسم التخييم العام 2017-2018 مثل ما يعني الكل يعرف انه يبدا من اول نوفمبر اللي هو 2017 وانتهى صحيح. في 31 مارس اللي هو 2018 الوزاره رات والمسؤولين في الوزاره اعطوا اصحاب المخيمات مجال شهر اللي هو بنهايه اول امس اللي هو 30 ابريل انه يشيلون مخيماتهم، خاصه ان الشهر الاربع يمكن كان نوعا ما متغلب لكن اجواء كانت تميل مناسبه يعني مناسبه وامطار الخير. الحمد لله بالنسبة حق يعني كنسبة نجاح الموسم من ناحية الالتزامات بالشروط أو المخالفات أو تعاون المخالفين أصحاب المخيمات أو حتى معدل انخفاض المخالفات، مش مستوى التخييم يعني مستوى يعني في البر القطري بشكل عام أو السواحل كان معدل ممتاز وفوق المتوقع حسب اللي شفناه على أرض الواقع، أقل يعني أقل بكثير، وبالعكس تجاوب وتعاون كبير من أهل المخيمات وكذلك حتى أصحاب الويكند اللي الرحالة في الويكند. نعم، فالتلك ملتزم بالشروط اللي وضعتها الوزارة. نعم، اللهم لك الحمد إبراهيم. يعني هذا من خلال جهودكم أنتم وتوعيتكم الناس قامت يعني تمشي على القوانين أكثر وأكثر كل سنة وكل موسم. في النهاية هذه الالتزام بهذه القوانين هو للمصلحة العامة مش لمصلحتي أو لمصلحة شخص معين. الوزارة يعني طلبت من كافة المخيمين ضرورة الالتزام بإزالة كافة أغراض التخييم من الموقع في المخيمات الشتوية. إيش الإجراءات المتخذة ضد المخالفين؟ أبو إبراهيم، يمكن في فلوس تأمين موضوع مبلغ 10,000 ريال. نعم، مبلغ تأمين. إيش المخالفات؟ هل يتم خصم هذا مبلغ التأمين أو يتم مخالفة الشخص نفسه بحيث أنه ما يخيم مرة ثانية، ولا شنو الإجراءات اللي تتخذونها؟ شوف، أمانة لين اليوم اللي هو 2/5 ما سجلنا على أي مواطن سواء كمصادرة مبلغ تأمين أو خصم مبلغ مالي. دائما مثل ما قلنا دائما تبقى بعض المخالفات اللي هي مخالفات بسيطة، مخالفة شروط مش مخالفة قوانين اللي تستدعي اتخاذ الإجراءات. شو يعني مخالفة شروط؟ شروط مثلا تقول أنت والله حط لي كابينة على عجل، يحط لك كابينة ثابتة. شرط يعني هو ما دخل في أمور اللي خالف فيها القانون. هذه مخالفة شروط تنذره والكل متعاون، لكن مخالفة القانون واضح
الشخص اللي ارتكب مخالفة يبدأ الإجراء القانوني مركز الشرطة للنيابة للمحاكم. فأمانة لليوم ما تم رصد أي أو ما رفع أي تقرير عن مخيمات المخالفة للشروط، والناس بدأت تشل. يمكن نسبة يعني خلينا نقول أكثر من 90% زالوا خيامهم. النسبة البسيطة يوم ويومين هذه. هل كم عندهم مهلة؟ هو 48 ساعة من الآن، يعني من واحد ينتهي 30/4 عندك اليوم، نهاية اليوم بكره بيدخل عندك الويكند. فبكره بعدها بصير مخالفات، بعدها تبدا المخالفات من ضمنها اللي هي يعني مشوا الويكند وابدا من يوم يعني الاحد. مثل ما تقول ما ودك انك تخالف. ما شاء الله نهر القطر مثل ما قلت لك، والشباب السنه هذه كانوا جدا ملتزمين ومتعاونين. ان شاء الله ان شاء الله انهم ملتزمين ان شاء الله ما توصلنا ازاره تكون عن طريق ان شاء الله. اتمنى من اللي يسمعنا انه اذا كان عنده شيء موجود في باقي في المخيمه انه يزيله بحلول 24 ساعة الجاية. احنا مستمرين معاك سعد، لكن نطلع فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعدين نستكمل حوارنا. خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا، وعودة من جديد مع ضيفنا السيد سعد إبراهيم الكعبي، المنسق العام لموسم التخييم الشتوي بوزارة البلدية والبيئة. أبو إبراهيم، تكلمنا عن المخالفات، والحمد لله مثل ما ذكرت إلى الآن لم يتم رصد مخالفات. بعد انتهاء الموسم شلون يتم استرجاع المبلغ التأمين، وشنه الإجراءات اللي لازم تتخذ لتقديم طلب استرجاع المبلغ؟ شوف، كل سنة هي نفس الإجراءات اللي صاحب المخيم نفسه يجيب شهادة بالبنك اللي هو موضح فيه الأيبان، صورة البطاقة الشخصية، يقدم الطلب عن طريق مركز الخدمات أو عن طريق موقع الوزارة الويب سايت. أو كذلك السنة صارت الوحدات البيئية موجودة في كل البلديات المنتشرة في قطر، سواء في الشمال في الجنوب في الريان، فيقدم المعاملة، تبدأ الإجراءات، يطلع المفتش على الموقع إذا كان في ملاحظات يذكرها ويختل صاحبها، وإذا كان الموقع نظيف استلمه في البداية وكان نظيف وسلمه نفس ما هو، فخلاص تبدأ إجراءات استرجاع مبلغ التأمين. جميل. إحنا نتكلم عن تنسيق، إن ذكرت أبو إبراهيم عن تنسيق بين البلديات والإدارات في جميع، خلينا نقول في كثير من الوزارات مع لجان التخييم والإشراف على رفع وزارة المخيمات الشتوية مثل ما ذكرت. إيش دور مفتشي الوزارة في هذا الصدد؟ شوف أمانة المفتش، نحن نشكرهم الوزارة. صراحة نشكرهم جزيل الشكر، هم خط الدفاع الأول. نعم. عن الوزارة يستاهلون الشكر، يعني لأن يعني بيض الله وجههم، هم اللي في الميدان سواء كان في الصيف في الشتاء في الضباب في الأمطار تقلبات الطقس، هم يكونوا موجودين في البداية في الميدان، هم يتابعون يعني المخيمات على مدار الساعة، سواء أي شخص حب عنده استفسار، سواء كذلك يعني يقومون بجهود، يعني إحنا ما ودنا نذكرها أنه يمكن جهود تكون إنسانية أكثر ما هي جهود يعني في العمل، في صميم العمل. إيه، لأن أوقات أنت تحصل يعني مثلا شخص ضايع في منطقة برية، ترى أوقات تحصل وخاصة وقت الضباب أو وقت الأمطار الشخص متعطل، فالشباب بيضربيهم، لأنه في النهاية ترى أنت اللي بتقدم الخدمة تخدم ترى هالقطر يعني. فكانوا يعني يقوموا جهود أكبر من جهودهم. الوزارات في الإدارات في الوزارة أمانة عندنا إدارة النظافة العامة، عندنا الإدارات الثانية إدارة الشؤون الزراعية، إدارة الحدائق العامة. أمانة يعني الإدارات هذه كلها قدمت جهود توفير الشتلات، موضوع النظافة، إزالة المخلفات عن طريق النظافة العامة، كذلك إدارة نظم المعلومات العلاقات العامة، يعني بظلم جهود أخاف أن أنسى إدارات موجودة. ثانيا لابد نشكر أمانة الأخوان في وزارة الداخلية وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، كان هم يعني داعمين لمفتشي الوزارة للميدان من بداية الموسم، سواء يعني في أمور الدفاع المدني، حتى في موضوع الدوريات الأمنية، يعني أمور كثيرة يعني يدعمون المفتشين، يدعمون الميدانيين كسند أمني. نعم. فكنا حتى أوقاتنا يعني نلجأ لهم أوقات في حملات التفتيش،
فامانه يعني متعاونين معنا بشكل كبير. الهدف النهائي انه يظل الامور طبيعيه تمشي، يعني سواء بيئيه او امنيه. لكن يعني والله ما تحصلنا اسم الادارات والوزارات. نشكرهم جميعا، والله كل يعني كلهم موسم يعني. كان يعني موسم ناجح ان شاء الله، ما حد يلومك ان شاء الله كلهم. ان شاء الله ما حد، موسم ناجح بالعكس. الاشادات اللي نسمعها من اصحاب المخيمات او حتى من السوشيال ميديا ونشوف ونسمعهم، فصراحه شيء يثلج الصدر. ان شاء الله يكون موسم الجاي يكون افضل. تستاهلون يا طيب. احنا معلش يعني احنا وايد نبي نركز على موضوع المخالفات، مع ان الموضوع مثل ما تفضلت ان المخالفات يعني مو بكثيره واصبح في وعي في المجتمع، ولكن في حاله لا قدر الله لسبب او لاخر صاحب المخيم ترك بعض الاغراض الخاصه به، شلون يتم ازالتها وشلون يتم محاسبتها على ازاله هذه الامور وين تروح؟ شوف اذا كانت المخالفه قلنا مخالفة الشروط خلاص انت تاخذ الحين مخالفة قانونية. اذا ترك صاحب المخيم اي مخلفات عزكم الله في موقع التخييم، ترى هنا عندك اجرائين، يا انا ممكن ازيل كجهة واخصم مبلغ التأمين ال10,000 ريال، او نتخذ الاجراءات القانونية بتحويلها على مركز الشرطة وعرضها على نيابة البيئة والبلدية. حلو، هذه الاجرائين. وفي النهاية الموقع راح يتسلم نظيف، سواء كان عن صاحب المخيم أو كان عن طريق الوزارة ومع خصم مبلغ التأمين. فاحنا نقول إن شاء الله ما توصل يعني لإجراءات قانونية أو إزالة تكون عن طريق الوزارة. إن شاء الله. فيكونوا هم أصحاب المخيمات مثل ما قلنا اليوم متعاونين، هم ما شاء الله عليهم يعني. ذكر خليتنا حل في ما شاء الله عليهم. صحيح. أنت ذكرت إبراهيم، أنت ذكرت إبراهيم أن مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين زاد سنة عن سنة، والسنة هذه يعني أثمر الوعي. وأنا أرد بعد وأقول هذا بفضلكم وفضل وزارة البيئة وأيضا البلدية وجميع مؤسسات الدولة برفع مستوى الوعي لدى المواطنين في الحفاظ على البيئة. لكن لو نتكلم على الأشياء اللي تحرصون عليها بشكل سريع، اللي أنت تحرصون على إضافتها في المواسم المقبلة للتخييم. الموسم القادم يعني ما ودنا نعلن، لكن لا احنا ودنا تعلم، احنا بنعلن خاصة في غنات الريان يعني. غنات الريان تستاهلون والله، تستاهل خير. لكن من ضمنها الفكرة الموجودة العام، بس ما انطرحت السنة. نعم. يكون كمجمع خدمات يخدم مؤقت، يكون يخدم مناطق التخييم. جميل. سواء في الخور في الشمال، مجمع خدمات من ضمنها مطعم، سوبر ماركت، اللي هو البنشري، الاشياء اللي يحتاجها. تبع من تكون هذه؟ تبع بتكون مفتوحه، بتأجر نفس يعني محلات سريع. أي. تأجر، لكن يكون نفس مجمع متكامل، يعني صاحب المخيم او حتى ما يروح بعيد، اي حتى الويكند ذي عنده الخدمات بالفعل كلها موجودة. كله في سلين يعني، احنا سلين يمكن شفت السنة ما شاء الله العدد عدد كبير كبير كبير، المطاعم، الدرجات النارية وغيرها. هذه احنا يعني نتمنى السنة الجاية انها تكون في اكثر منطقة. يعني احنا كنا السنة المفروض كانت تصير في الشمال، لكن ما تمت يعني استكملت باقي الشروط والاجراءات اللي تطلع بالصورة الطيبة. يا اطلع بشيء يخدم هالمخيمات، او انه حتى لو اجل سنه بس يطلع يتم في الشيء تأجيله بالفعل. فان شاء الله السنه الجايه يعني نبشرها للشمال وهال الله الله في الشمال ان شاء الله. لا على شمال. لا ان شاء الله السنه الجايه يا اخوي خالد ان شاء الله تكون المجمع هاي نفس ما يكون موجود في سلين، تكون بكثافه اكبر في الشمال وفي الساحل الغربي، على اساس انت حتى صاحب المخيم يكون عنده رغبه يروح يخيم ويقعد باليوم يومين في المناطق، ما يحاتي انه ينقصه شيء. اي نعم، خاصه المناطق البريه تكون اوقات بعيد عنها الخدمات. صحيح. الله يوفقكم. صحيح. ان شاء الله نشكركم على جهودكم اللي تقومون فيها. سيد سعد بن ابراهيم الكعبي، المنسق العام لموسم التخييم الشتوي بوزاره البلديه والبيئه، شكرا جزيلا لك لتلبيتك دعوتنا، شرفتنا ونورتنا. يعني الله يطول عمرك، ومشكورين ونشكر قاطريان على الاستضافه اللي تفيد ان شاء الله المشاهدين. لا شكر على واجب دائما مميز ابو ابراهيم. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، برعاية السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تم صباح أمس التشييد الرسمي لمقر مركز الاستشارات العائلية وفاق الجديد بمدينة لوسيل.
على مساحة تزيد على 11900 متر مربع يقع المبنى الجديد لمركز الاستشارات العائلية وفاق في مدينة لوسيل. وقد قامت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتدشين المقر الجديد بحضور العديد من الشخصيات المجتمعية الهامة. واجهنا تحدياتنا بصلابة وحققنا النجاحات والإنجازات، حيث أصبحنا بفضل الله من المؤسسات الاجتماعية الرائدة في الدولة بتقديمنا خدمات شاملة متفردة للأسرة وفق أعلى المعايير المهنية والاحترافية. ونود هنا أن نثمن الدور الكبير الذي قامت ولا زالت تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي منذ تأسيسها في عام 2013 في دعمها اللامحدود لمسيرة عمل المركز. وسيمكن المبنى الجديد المركز من تقديم أفضل الخدمات للجمهور، حيث بات بمقدور المركز استقبال 560 عميلاً في اليوم. تم اليوم تدشين المقر الجديد لمركز وفاق، مركز الاستشارات العائلية، بعد مسيرة 15 عام من العمل الاجتماعي الدؤوب. وبإذن الله هذا المبنى راح يساعدنا إن شاء الله لتوفير جميع الخدمات اللي يحتاجها الفرد أو الأسرة في دولة قطر، سواء مقيمين أو مواطنين. المبنى مجهز وفق معايير اجتماعية تساعد على تقديم الخدمات بشكل مثالي، فيها جميع الأقسام، فيها غرف للإرشاد تصل إلى 30 غرفة إرشادية، كذلك عندنا 4 غرف للاختبارات والمقاييس النفسية، عندنا 5 غرف للورش وبناء القدرات، كذلك عندنا مكتبة متكاملة حديثة، وعندنا مختبر للكمبيوتر والنظم المعلومات. ويعمل مركز الاستشارات العائلية وفاق تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من أجل المساهمة في بناء وتعزيز الروابط الأسرية والحد من الآثار السلبية للتفكك الأسري على المجتمع. افتتحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مركز التسوق الجديد العبيب 1 اللي يحمل رقم 50، وذلك بحضور الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين ومدراء التنفيذيين. بالفعل خالد، مزيد من التفاصيل حول الفرع الذي تزيد مساحته عن 7000 متر مربع في هذا التقرير. في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تقديم تجربة تسوق ترتقي إلى مستوى علامتها التجارية للسكان في أنحاء قطر كافة، أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرعها 50 في منطقة العبيب. مراسم الافتتاح جرت بحضور الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الميرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين. نرحب بكم في افتتاح الفرع رقم 50 ضمن الخطة التوسعية للميرة، التي يعني لم تتأثر سلبا بالحصار وإنما تأثرت إيجابا. احنا ما زلنا ماشيين على نفس الخطة اللي كانت مرسومة مسبقا، بل وأيضا ننظر في فرص جديدة، يعني فنتوقع المزيد من التوسع. حرصنا أن هذا الافتتاح يكون مميز، ولو لاحظتم كان فيه تواجد للأسر المنتجة، دعيناهم أن يشاركونا أيضا هذه الفرحة ويكون لهم دور، وأيضا نتمنى يكون لهم دور في المستقبل معنا في الميرة، قاعدين ندرس كيف ممكن نتعاون معهم. هذا بالنسبة لنا يعني فرع في مسيرة النجاح، يستكمل مسيرة النجاح، فرع كبير نسبيا، المساحه في 2700 مساحه البيع، بالاضافه الى الخدمات اللي راح تكون متوفره، الصيدليه والمغسله وما الى ذلك من الخدمات اللي يحتاجونها اهل المنطقه. هذا الفرع طبعا يتميز في تواجد للمستهلكات الغير غذائيه، النون فود مثل الغساله والثلاجه وبعض المستلزمات المنزليه الثقيله والخفيفه راح تلاقونها موجوده. وفي إطار حملتها الرمضانية أعلنت الميرة عن طرح منتجات بسعر التكلفة التزاماً من الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية.
احنا جايين على في الدخول على رمضان. القائمة وصلت من الوزارة كما عودتنا سنويا. العام الماضي كان 400 وشيء منتج، السنة هذه أكثر من 500 منتج من الوزارة اللي ستباع تقريبا بسعر التكلفة وأحيانا أقل من سعر التكلفة. يذكر أن شركة الميرا للمواد الاستهلاكية تأسست يوم 13 يوليو عام 2004 كشركة مساهمة قطرية تشمل أنشطتها التجارية في مختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وتمتلك شركة قطر القابضة 26% من أسهمها. أقامت مؤسسة إنجاز قطر حفلاً لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة مبادرة 2017 لأفضل شركة طلابية. احتفلت مؤسسة إنجاز قطر في مركز الطلاب في جامعة حمد بن خليفة بختام المسابقة السنوية التي تنظمها تحت مسمى مبادرة 2018 لأفضل شركة طلابية لهذا العام. مسابقة مبادرة هالسنة هذه السنة رقم 11 بتاريخ المسابقة من بداية مؤسسة إنجاز قطر، والمسابقة ختام لبرنامج متكامل مدته تقريبا 5 إلى 6 شهور اسمه برنامج الشركة. برنامج عملي يعلم الطلاب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية عن البزنس، عن ريادة الأعمال، كيف ممكن أن يطورون الفكرة ويسوون منها شركة، يمرون خلال التجربة هذه بشكل عملي بحت بحيث أنه ممكن يبيعون المنتجات هذه، يمرون خلال تجربة التسويق، التفاوض، الإدارة المالية إلى آخره. فالحمد لله للطلاب اللي تشوفونهم اليوم عندنا 18 فريق شباب وشابات عفواً من مدارس كثيرة، من أكثر من جامعة موجودة في قطر أيضا، أكثر من 200 طالب اللي اشتركوا ويشتركون سنويا في البرنامج، واليوم راح نقرر مين اللي يكون الفائز على مستوى الثانوي وعلى مستوى الجامعي أيضا. ضم الحفل قسم للطلبة المشاركين في المسابقة يعرض فيه أعمالهم وأفكارهم الإبداعية للحضور. احنا طلاب مدرسة عمار بن الخطاب الثانوية مشاركين في برنامج مبادرة في شركة إنجاز. شركة إنجاز جونا في شهر 12 أو شهر 1 وطرحوا علينا هذه المسابقة وحبيناها وحبينا نشارك فيها، وقالوا لنا لازم تطلعون بمنتج أو فكرة لتشاركون فيه وتمثلون مدرستكم على مستوى قطر. طلعنا لهم بالمنتج اللي هو المطب الإلكتروني ذكي. استفدنا من دخلنا هذه المسابقة وايد أشياء، أولها العمل الجماعي، ثاني شيء نصبر على اللي نسويه لأنه وايد بتطلع في وجهنا مشاكل، لازم نصبر نجتهد نعمل مع بعض عشان نوصل للي نبي. تشجع مسابقة مبادرة على الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب القطري، وتحث على العمل الجماعي، وتؤهل المشاركين للمسابقات العالمية المماثلة. مشاهدينا الكرام، عندنا لقاء مع الفنان والمصور أحمد الخليفي، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. رحلة معاصرة تكتشف أعماق بحر قطر للبحث عن الهيرات يجسدها الفنان المصور أحمد الخليفي في أولى تجاربه السينمائية ضفاف اللؤلؤ. نعم، للمزيد حول الفيلم ورسالته معنا في الاستديو الفنان المصور أحمد الخليفي رئيس جمعية التصوير الضوئي. مرحبا ومسهلا فيك عبد العزيز معانا، وأنا أحب أقول قدام المشاهدين أنا من معجبين بفنك وبتصويرك، واحنا متشرفين بوجودك معنا اليوم. الشرف قلت لك تحت الهواء اقولها لك قدام. الله يجزيك خير، احنا شرف. الله يجزيك خير. الله يسلمك استاهل العزيز. طبعا عنوان مشوق، واكيد ودنا نعرف مشاهدينا على قصة الفيلم وشلون بدت وشلون كانت النواة الاولى على قولتهم. النواة الاولى سيدي الكريم، يعني انا غطيت طبيعة في قطر
وغطيت البر اللي هو في قضية القلايل وغطيت البحر اللي هو في رحلة فتح الخير. فالآن ما تحت الماء اللي هو تراث كبير ومهم بالنسبة للبيئة القطرية، يعني أحب أن أستكشفه. فعاود حبيت أن أستكشفه بطريقة ثانية من غير الكاميرا الفوتوغرافية، لا حبيت أكتب بطريقة سينمائية على أساس يكون الانتشار الوضع الحالي عن طريق التلفزيون وعن طريق السوشيال ميديا، الناس يحبون يشوفون مشاهدة الفيديو. فيعني كان هذا أحد الأهداف أن أنتقل هنا. نعم، إحنا نشوف بعض اللقطات المبدئية نقدر نقول أبو عبد العزيز. نعم. لهذا الفيلم وللتصوير. هذه تجارب شخصية سويناها. أي سويت. نعم. على أساس أن نتعلم. أي. أول شيء أنا ما كنت مبغى غواص. أي. فتعلمت على الغواص ووصل ل 100 غطسة على أساس أن أكون يعني سكوبا دايفنج. سكوبا دايفنج يعني سكوبا دايفنج يعني الغوص بالمعدات. بالمعدات صحيح. صحيح. نعم. وأيضا ما كنت مصور تحت الماء، الآن أخذنا العدة وجهزنا نفسنا ولازم نجرب. نعم. ونطلع أيضا بالإعداد بالتصوير في المكان. أه. وهذه أحد الأماكن اللي يسمونها سرية، ما حد يعلم في البحر وين المحل الذي. لكن الجميل في هذه المناظر هذه أنها بيئة قطر غنية. أكيد. ولا بد علينا نحافظ فيها، نحافظ. نعم. عليها. نعم. وتراث ضخم من ناحية البحر. نعم. هذا شنو هامور؟ هذا هامور. هامور. نعم. هامور. وإحنا النوع اللي نرتبت عليه يعني ما نصيده ولا بيختفي. لا أنا لو مكانك ثورت عليه. لا والله حرام عليك بالرطب. هزين حق الغداء. كل وين ونص هذا. بنشتري لك إياه ينترش لك البيت. لا صيدته غير صيدته. لا بس في الصيد. بس بالفعل يعني نتكلم عن تاريخ وحضارة يعني تاريخ اقتصادي، يعني هذا كان باب رزق أجدادنا يعني. هاي صحيح. وطبعا صيد السمك لها تنوعها وتجارتها وملاحظاتنا عليها. لكن لما نرجع الآن على تراثنا اللي هي قصة الفيلم، ضفاف اللؤلؤ جات من اسم مكتوبة في خرائط الأجنبية في 1400 إلى 1800، مكتوب Great Pearl Bank، مشهورة عالميا أنها المنطقة هذه افضل بنك للؤلؤ، افضل ضفاف حق اللؤلؤ عالميا واكبر ضفاف اللؤلؤ العالمية. صحيح. التجارة كانت موجوده من يعني قديما ما قبل الاسلام، واهالينا على حدود الجزيره العربيه عند الساحل فيها التجارة هذه. نعم. يمكن صحيح. كان اخر صحيح. اخر جيل كان يغوص يمكن جدي وجدك يا حمد. صحيح. هم صحيح. كانوا يعني لحقنا عليهم، يمكن أبهاتنا اللي على طول يمكن هم الجيل اللي في الوسط اللي لحقوا على الغوص ولحقوا على التمدن والحضارة، وأيضا تغير الجدول الاقتصادية لتجارة اللؤلؤ بعد ما ظهر البترول. فهي أصلا ما صار شيء في البحر مثل ما ذكرت أنت أبو عبد العزيز، الهيرات عادها موجودة، المغاصات عادها موجودة، اللؤلؤ عادها موجود، ولكن الجدول الاقتصادية لها قلت، فبالانتقال إلى مهنة أخرى اللي هي استكشاف البترول والعمل على البترول. أنت ذكرت أبو عبد العزيز أن هذه رحلة أو فيلم سينمائي توثيقي للهيرات، احنا نبي نوضح حق المشاهدين وش هو الهير. مغاصات اللؤلؤ البحر مش كل البحر لؤلؤ، في اماكن معينه لوجود اللؤلؤ كانوا يحرصون شيباننا قبل الغاصه على انهم يتواجدون فيها بمسمى باسماء معينه ومعروفه في اماكن معينه وعادها موجوده، مثل انا يحضرني الحين مثلا هير قريمه ام الشيف، في بعض الهيرات المعروفه. ومثل ما ذكرت ان بحر قطر من أكثر الأماكن الموجودة في هيرات ومغاصات على اللؤلؤ، لدرجة أن كانوا من البحرين من الكويت كانوا يتلاقون على هذه الهيرات مع بعض ويغوصون مع بعض. بعض الهيرات أحجامها بحجم الخروج ذخيرة ضخمة ما شاء الله. إيه الحجم الهير، فأنت تحط مركب هنا مركب هنا، كل يغوص وكل يأخذ رزقه، كل يأخذ رزقه. ومفتوح كان سابقا أن حق الجميع. نعم. ما في حدود دولية. سياسية. نعم. لكن وضع الحالي أصبحت في الإقليم المائي القطري ما يعادل أكثر من 80 إلى 100 هير مسجلة ومتنوع عليها الخرائط، وبعض الهيرات اللي عليها يعني اختلاف أسامي نسألها الاختصاص. نعم. وهذا في الفيلم حاول نستكشفه بإذن الله. ونحتاج والهيرات تتنوع فيها العميقة وفيها القريبة وفيها أيضا حتى أنواع المحار متنوع، 5 أنواع من المحار، أنواع اللؤلؤ تقريبا حسب التصنيف فوق 9 أنواع من اللؤلؤ الموجود. وعلى فكرة تجارة اللؤلؤ الطبيعي الخليجي ما زال هو في سعره حسب ما سألنا من سيد حسين الفردان أنه في تزايد. نعم. يعني ما زال محافظ على قوته. صحيح. وندرته وطلبه في السوق. وهو بالفعل يملك
يعني متحف نقول متحف خاص فيه او مجموعه مميزه من الاحجام والاشكال. يعني هذه التجاره اعتقد وقفت 1920 بعد انشاء اللؤلؤ الاصطناعي طبعا في 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 اليابان، وبعدها طبعا هن حاولوا يتوجهون لامور ثانيه. المهم الان متى بتبدا تصوير الفيلم؟ ان شاء الله نحاول نبدا التصوير ان شاء الله بعد الصيف، بحيث ان نجهز امورنا. الان احنا في طور اعداد الافكار، وين نروح وكيف نعمل سياق الفيلم، ولكن ان شاء الله حيبدا التصوير ان شاء الله ما بعد الصيف بإذن الله. نعم بإذن الله. أنا أبو عبد العزيز عندي سؤال، يعني أنت دخلت القلايل مع فرق في مسابقة غير مسابقة القلايل، كان في مسابقة للمصورين، في كل فريق كان هناك مصور، دخلت مرتين حصلت على المركز الأول مرتين. نتكلم عن بيئة البرية، المقناص، الطير، الحبارة، المطية، الخيل، البيئة البرية، وهذا يمكن أنا في وجهة نظري يمكن اسهل، ما اعرف، لكن يمكن اسهل تصويرها من البحر في لا اكيد، ولا أكيد. هذا يعني بيئتين مختلفتين، هو بيئتين مختلفتين وبحر، وانت من اهلها ان شاء الله، بر وبحر باذن الله. لكن شنو التحديات اللي راح تواجهك في تصوير الهيرات في الاعماق، الهيرات القطريه، وشنو الفرق بينها وبين البيئه البريه؟ البيئة التكنيك من ناحيه والله القلائل ما كانت سهله. نعم زين، وانا كنت اكون صريح معك، ما اعرف اركب الشاب فتعلمت زين، نفس ما الحين قاعد اتعلم الغوص يعني اسمه، يعني كنت مدني بزياده عن اللزوم. نعم زين. فتعلمت، والله يجزاهم الله خير الفريق اللي كنت منضم معاهم، علموني واستوعبوني ودخلنا معاهم والحمد لله الله وفقنا وياهم. المنظرين نفس البيئه، هذه بيئتنا في البر، وخاصه في الشتاء لما الابهات ما يروحون البحر فيكون حلالهم، تكون يتوجهون الى البر ويتوجهون الى الدفء، ولما في الصيف ينتقلون الى الساحل ويبدون يشتغلون على رزقهم اللي هو قضيه الغوص. وذكرت اشعار كثيره من ناحيه الاباء والخيل والهجن في ابيات شعرهم، وهم اهل ساحل. نعم. فهذه جزء من تراث يعني ممتزج، يعني جزء من لا ينفك. نعم. ما بينهم. انا اتكلم عن طريقه التصوير، التكنيك، التقنيه اللي راح تستخدمها انت، شنو الصعوبات اللي راح تواجهك في انتقال الى بيئه البيئه البحريه، مش فوق في العمق. اي البيئه البحريه طبعا مختلفه، لانك لازم تكون جاهز انت بالمعدات السكوبا، وتكون جاهز ومعك ايضا حد بادي فريق حد معك. احنا نصور الان موشن مش فوتوغرافي، فالمناظر المتحركه لازم يكون عندك ثبات في الصوره، الهاوسنج خاص حق الكاميرا، ايضا المناظير تختلف، ما تعرف شو يطلع لك، احيانا يكون البحر صافي، احيانا البحر مدلخ، يعني هذه تحاول تتجنبها اذا كان البحر مدلخ. ايضا التيارات، ايضا اليوم البحر يكون هادي والبحر احيانا يكون هايج، يعني هذه التفاصيل ما تتحكم فيها، لازم تروح لها في وقت المناسب وتحصل عليها، وان شاء الله يعني نقدر عليها باذن الله. باذن الله باذن الله. مبدع يا ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز جزاك الله الخير، انت قاعد توثق حقبه تاريخيه مهمه لدولتنا العزيزه قطر، يعني مثل ما تفضل ابو محسن ان طلعت البر والان ننتقل للبحر. مثل ما استعديت للبر، شلون استعداداتك للبحر؟ والله الحمد لله، يعني بديت باستعدادات، بس استعدادات يعني شكل ما تقول من هاوي، واحاول اوصل الى محترف، يعني بدايه شكل ما قلنا الان في عدد الغطسات وعدد صحيح. الكاميرات صحيح. التصويريه السينمائيه بدينا نجهزها نشتغل تختلف عليها. تختلف عن العاديه؟ لا هي نفسها تقريبا، لكن الان انت تحتاج مناظر كثيره، تحتاج تعدل الالوان، لان اللون تحت الماء يختلف، ينتقل يتغير كل ما كل 3 متر بدا اللون يتغير لونه، فتوصل 15 متر اللون مختلف، لازم تحاول تحط يا اما تحط اضافيه، يا اما تعدل تعديل الالوان، تجابك مشاكل تقنيه. بالاضافه لذلك انك انت تاخذ السياق التسلسل السياقي في المشاهد على اساس انها تعطي قصه مترابطه. صحيح، هذا اهم شيء بالفعل. اي نعم، فهذه طبعا تحتاج الى تدريب وحتى تفكير مسبق كيف توصل الى هالافكار هذه. نعم، احنا لو نفكر ابو عبد العزيز في فكره الفيلم او
الهدف اللي تبي تواصله أنت للمشاهد من خلال هذا الفيلم لو تطلعنا عليها؟ الهدف بعد ما تركنا أبائنا تركوا الهيرات من أكثر من 8 سنة والهيرات ما كانت مريضة كانت معطاءة نعم. لكن تركوها وسبب التجارة العالمية تغيرت عليهم صحيح. السؤال الآن إيش اللي حصل فيها؟ هل ما زالت فيها عطاء؟ هل ما زال فيها اللؤلؤ؟ هل نستطيع نحصل على الدانات في الهيرات؟ وفي المنطقة الجغرافية البحر القطري فيها أكثر من 80 إلى 100 هير وفيها هير في الأعماق العميقة وفيها هير في الأعماق المتوسطة والساحلية ففي تختلف الأنواع من الهيرات وإن شاء الله نحاول نكتشف فيها رحلة الفيلم وين نوصل في برنامجنا في وثائقية إن شاء الله. بالفعل أبو عبد العزيز مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى شريك قوي ويحتاج إلى دعم لو تحدثنا عن هذا الجانب ومن شريككم في هذا المشروع. الحمد لله فكرتنا قدمتها حق مؤسسة دوحة للأفلام والحمد لله حصلنا على دعمهم وفزنا بالترشيح إلى تقديم العمل هذا الوثائقي وحتى جات ملاحظة منهم أن يعني هذا الفيلم لو شافته البي بي سي على طول يأخذونه. طبعاً طبعاً هاي فيلم وثائقي يعني. نعم ولا وفيها فكرة يعني إن شاء الله وإحنا إن شاء الله مع مؤسسة دوحة هم يقدمون الدعم اللوجستي من ناحية الكاميرات من ناحية المصورين أحياناً من ناحية الإديتينج وهذه طبعاً ما أستطيع أن أحصل أعملها بنفسي أحتاج إلى أحد داعم وإن شاء الله نساعد وأيضاً نحتاج إلى دعم بعض الأخوان أصحاب الخبرة اللي عندهم حامل كبيرة فوق 80 فوت ودينا البحر عندنا فريق من 15 شخص نحتاج نوديهم فإذا حد بيعاوننا بعد ما نقول لا تستاهل من الله وأنا حاضر لك الله يجزيك خير هتقصر هتقصر عبد العزيز سألتك أنا يعني في بداية اللقاء عن تحول يعني البيئة البرية والبيئة البحرية والفرق بينهم في التصوير سؤالي أحمد الخليفي معروف منه أنه أبرز المصورين الفوتوغرافيين في دولة قطر إذا مش في على المستوى أيضا العربي والعالمي لكن قررت شلون متى قررت الانتقال إلى عالم التصوير الضوئي والإخراج السينمائي وإيش راح يضيف لك هذا التحول؟ الحمد لله رب العالمين شكل ما ذكرت لك أنا قمت 3 معارض يعني بالنسبة لي أنا مهم اللي هو سحر الطبيعة في قطر والقلايل منوة القانص وفتحة الخير وحسيت أن غطيت بعض المناحي الجانبية من تراثنا القطري الغني ما شاء الله بمين ما تتلفت في نقطة فكرة جديدة وفيها ممكن تستقي منها وتعبر عنها فحسيت الآن أن أحاول أن أعبر عن تحت الماء البحر الهيرات اللي هو أيضا تراث غني من بيئتنا وقامت عليه صناعات كثيرة قامت على صناعة الخشب قامت على صناعة البيع اللؤلؤ قامت على صناعة الغيص وأصحاب الغيص والتجارات المخيّنة يعني حدث ولا حرج من أنواع الصناعة اللي فيها وتعقداتها وتشعباتها تراث غني تراث غني ما شاء الله فاحنا نحاول يعني نحاول نغطي بعض الاماكن ايضا من جزء ضفاف اللؤلؤ ايضا بنحاول نغطي على الحياه المائيه مكونات بعض الحياه المائيه الموجوده في بحر قطر يعني بحر قطر فيه ما شاء الله عندنا اكبر تجمع ثاني اكبر تجمع حق الحوت القرش صحيح ثاني اكبر تجمع حق بقره البحر عندنا بعض الشعاب المرجانيه ما زالت غنيه يعني كما رويناكم اياها فيها ما شاء الله حياة بيئة جيدة الفشوت بالضبط فهذه عندنا سلاحف نادرة من 4 أنواع من السلاحف النادرة في حول العالم هذه إن شاء الله نحاول نبرزها في هالفيلم كمناحي جمالية وكجزء من تراثنا البحري سواء البيئي أو الكهيرات وصناعة اللؤلؤ طبعا كما ذكرنا صناعة اللؤلؤ واسعة وكبيرة وحنقابل فيها إن شاء الله تجار اللؤلؤ وحنقابل فيها أصحاب الخبرات ونشوف ونغوص ونخبرهم إيش الموجود نعم الله يوفقكم أبو عبد العزيز ما شاء الله عليك أنت دائما لما تخوض تجربة تحاول تهيئ نفسك لها الآن الانتقال من مصور لمخرج سينمائي أعتقد بعد تحتاج إلى بعض الدورات أو بعض الخبرات أو هي خدها من ضمن تسلسل بعض اللوحات في المعارض فسؤال اللي يطرح نفسه الإخراج السينمائي إيش وضعه معك؟ والله صراحة يعني ما أقول لك سهل صعب أنا أتعلم زين وإذا حد بيساعدني أنا جاهز لكن إن شاء الله في دورات جديدة خلال فترة في فترة رمضان حتساعد فيه وطبعا إن شاء الله منظورنا الخاص هم مؤسسة دوحة في الأمن تحاول تدعمنا أن كيف نقدم منظورنا الخاص في هذا الفيلم
جميل. وان شاء الله يعني نحاول باذن الله مو بس انه يكون فيلم تراثي، لا نحاول ايضا نبدع فيه من ناحيه تقنيات الصوره، من ناحيه تقنيات المشاهد، ونبي نثبت يعني مش نثبت، نبي نطلع ما وجد في قطر من تراث بشكل جميل من ابنائها ان شاء الله. يعني يقول احمد الخليفي بيكون مصور ومشرف عام ومخرج باذن الله لهذا الفيلم. والله يعني الله يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. لا بالعكس يستاهل كل خير. يعني بالفعل الانسان لما يبي ينجح في شيء ويطلع بالشكل اللي يشوفه الافضل لازم هو يشرف عليه بشكل مباشر. الله ان شاء الله هاي اكيد، لكن ان شاء الله يعني بنحاول نشتغل، وان شاء الله عاد دعائكم معانا ودعاء الشباب اللي بيساعدونا، واحنا يعني ما نستغني عن اي خبره احد يعطيني اياها. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك. والهدف الهدف من وراء هذا الفيلم هدف سامي هو إظهار موروث قطر البحري، خلينا نقول ما في أعماق البحر، إظهاره إلى الناس، ويمكن مش القليل اللي زار القيعان هذه اللي ممكن إنه يوصلها. راح أنتم توصلون المشاهد إلى هذه. في كانت على ذكرت الآن الهيرات، يعني في برنامج وثائقي في البي بي سي قدم وذكر أن المنطقة البحرية هنا صحراء. هو ما شاف تحت الماء، ما شاف إلا الصحراء، ما شاف شيء ثاني. ومقابل البحر الأحمر اللي شاف عن أسماك ملونة، الشعب المرجانية وخير. أعتقد لا، بحرنا مش صحراء، بحرنا فيه خير، والله أنعم علينا، وإن شاء الله ونشكر ونحمد، وإن شاء الله بنطلعه بنشوفه بإذن الله. هذا إن شاء الله بنطلعه بإذن الله في هذا الفيلم. الفنان المصور أحمد الخليفي رئيس جمعية التصوير الضوئي، الله يوفقك في هذا العمل اللي بتقوم فيه إن شاء الله. نشكرك على حضورك معنا اليوم. ضم معنا أنت غدا مدام دروس، حياك الله. أنا حاضر بربحر، أنا حاضر ما تقصر. الله يجزاك ورقة السعادة. بفعل مشاهدين أتمنى التوفيق للفنان القطري أحمد الخليفي. ننتقل إلى موضوع آخر، وكرم مركز إحسان الفائزين بجائزة مسابقة القرآن الكريم رتل آيات تصل الغايات، والتي ضمت أكثر من 250 متسابق. احتفل مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالآباء والأمهات الفائزين في المسابقة القرآنية المقامة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعنوان رتل الآيات تصل للغايات. الحقيقة اليوم احنا نحتفل بمسابقة رتل الآيات تصل الغايات، وهي للموسم الخامس على التوالي. الحقيقة شارك معنا 260 متسابق من نساء ورجال، 49 من الرجال والباقي من النساء. طبعا هذه المسابقة في حفظ القرآن، وتنقسم الى ثلاثة: حفظ وتجويد وتلاوة. والسنة فيه إقبال أكثر من العام الماضي، ونأمل إن شاء الله إحنا إن هذه المسابقة تتطور في السنوات القادمة ويكون المشاركين أكبر من ذلك. مسابقة رتل الآيات طبعا هي في القرآن الكريم لكبار السن، لمن تجاوز عمرهم 60 سنة فما فوق. طبعا المسابقة هذه نسختها الخامسة تتفرع إلى ثلاث فروع: الفرع الأول حفظ القرآن كامل، والفرع الثاني حفظ جزء الذريات، والفرع الثالث هو التلاوة. الآن ويومنا هذا هو التكريم، يوم التكريم المتسابقين والمشاركين في هذه المسابقة. وفور الإعلان عن نتائج المسابقة التي شارك فيها ما يقارب 300 متسابق من الجنسين، وأشرف عليها أعضاء من لجنة التحكيم التابعين لوزارة الأوقاف، تم تكريم الفائزين. وتهدف المسابقة إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه كبار السن وربطهم بكتاب الله، فضلا عن تشجيع التنافس بينهم بتلاوة كتاب الله وتجويده وحفظه. مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، وبعد نجاح كبير حققته حملة جول وفعل 2030، اختتمت الجملة نشاطها الحملة نشاطها وفعالياتها المختلفة وسط إشادة المشاركين من الشباب والمساندين للحملة.
اختتم مركز الإنماء الاجتماعي نماء حملة قول فعل 2030 التي استمرت لمدة شهر كامل بهدف توعية الشباب بأهمية دورهم في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، إذ شهدت الحملة العديد من الفعاليات والزيارات التي تفاعل معها الشباب بشكل كبير، وهو ما عكس نجاح الحملة وعزز من قدرات المركز. الحملة هدفها المساهمة في زيادة الوعي وتثقيف الشباب القطري بأهمية مساهمتهم في تحقيق رؤية قطر 2030. كان هناك لمدة شهر كان كل أسبوع يتحدث عن ركيزة معينة، عن أهمية هذه الركيزة، عن دور هذه الركيزة، عن دور الشباب، زيادة وعيهم في هذه الركيزة في المساهمة فيها. الحمد لله رب العالمين اليوم صراحة فخورين بكل الجهات الدولة اللي من أول يوم تم إعلان عن هذه الحملة، الكل وده يساهم، الكل وده يكون له دور في هذه الحملة التوعوية. صراحة سعيد بأن أكون من ضمن المساهمين في حملة قول وفعل 2030، الحملة الرامية إلى تعريف المجتمع برؤية قطر 2030. الحملة هذه أنا أشوف أنها أتت أكلها، خاصة بين الأخوة في نماء ما قصروا باستهداف الفئات اللي احنا كنا نبيها، وهي فئة الشباب من المراهقين والعشرينيات تقريبا. الحملة من فيديوهات ومن كليبات ومن بوستات كانت مختصرة جدا وهادفة، بحيث انها ما تملل المتلقي، وبالنسبة لنا احنا كنشطاء تواصل اجتماعي بامكاننا نحطها في اي ابلكيشن من الابلكيشنات اللي هي سواء كانت تويتر او سناب شات او انستغرام. حققت حملة قول وفعل 2030 نجاحاً ملفتاً، وشهدت تفاعلاً كبيراً من جميع الأعمار لما حملته من أهداف تعزز من قدرات الشباب في النهوض بالمجتمع. مشاهدينا، يسعى فريق جودة الحياة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي للمرضى. وقد تم تنظيم معرض لمنتجات اليدوية ولرسومات مرضى السرطان تحت عنوان مبادرة مواهب، والتي تستمر لمدة 4 أيام بمجمع اللاند مارك، وذلك بمشاركة 60 مشارك من أطفال وبالغين. ويسعى فريق جودة الحياة إلى ضم مختلف أفراد الأسرة في مثل هذه الفعاليات لمشاركة مختلف الذكريات بين المرضى وأهاليهم. أتمنى الشفاء للجميع، وبذلك نكون مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. رحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. تمسون على خير. كمان الله.